رابعة، وأيضا الكل يستعد لبس الانطلاق. ينطلق سيداتي سادتي الشوط الثاني، سباق التكافؤ المخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر في انطلاقة سريعة، يقودها في المركز الأول ملعب، تقود المقدمة والصدارة، بينما هنا في المركز الثاني انطلاق قوي قادم أيضا من خلال هذه الأسماء التي تحمل ملعب في المقدمة والبداية الأولى من خلال هذا الانطلاق، بينما نتابع أيضا التواجد في المركز الثاني. شعار الخطر، شعار السيد خالد خليفة النابودة هنا قادم بقوة أيضا في هذه المنافسة القوية من خلال هذه الأسماء، قادم أيضا بهذا الاندفاع، ولكن الصدارة كما نتابع تحكم أيضا في هذا المسار من خلال هذه الأسماء، والعب هي التي تقود المركز الأول مع هذه البداية، قادم بقوة للمركز الثاني، بينما يتدخل أيضا هناك في المركز الثالث على السياج الخارجي، وجود أيضا انطلاقة حاملة أمس لزاز من خلال المسار، ولكن هنا خط النهاية والفرنج الأخير في هذه المتابعة. هنا نتابع القادم أيضا بقوة في هذه الأسماء، هي ملعب في المركز الأول يأتي القادم في المركز الثاني. إذا تحقيق انتصار هذه الأسماء التي حملت أيضا قوة.